الو، ما في الصوت. ايش هذا؟ ما في الصوت. حمزة حمزة حمزة، ما في صوت. أستغفر الله العظيم. شاهد. يا أخي ما في صوت، الوقت يمشي. الصوت يا أخي، الصوت يا أستاذ، الصوت. إلى يوم الدين. الحقيقة هو لقاء فريد حول الإعجاز الإعلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هناك بعض الأسئلة والتساؤلات التي سنسمع إجابة من عجائب الإجابات عنها. مثلا، هل حقا هناك قواعد إعلامية في القرآن والسنة؟ لماذا استخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أساليب إعلامية كالتي نعرفها اليوم؟ أين وكيف؟ هل استخدمها حقا؟ كيف نجح الآخرون إعلاميا بدون القرآن الكريم والسنة؟ ومحاور هذا اللقاء في عندنا 30 درس إبهاري في حديث سيدنا جبريل عليه السلام لأول مرة في العالم الإسلامي، وكيف تتعلم قيادة القيادة وفن المجاراة من القرآن الكريم، وما هي أعاجيب ثنائية وثلاثية وخماسية في الحديث النبوي الشريف، ما هو أثر النبرة والحركة في تغير دلالات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؟ حقيقة تساؤلات كبيرة، وهذه التساؤلات هي محاور هذا اللقاء إن شاء الله تعالى مع فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، وهو خبير الإعلام الديني المعروف والخطيب دكتور عبد الفتاح محمد السمان، وأيضا مستشار تدريب القادة الدينيين في البرنامج الإنمائي، ومدرب معتمد الأئمة والوعاظ في دورات الأوقاف ومراكز التأهيل أو مراكز تأهيل الأئمة، الخبير الدولي أيضا في الإعلام من مركز الملك عبد الله للحوار في فيينا كايسيد، محاضر جامعي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية والجامعة الإسلامية الأمريكية، معد ومقدم برامج له مئات الحلقات الفضائية في الأردن وخارجها. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله عز وجل في هذه الجمعية التي جعلت هدفا من أهدافها وهو البحث والاستكشاف عن إعجازات القرآن الكريم، وهي كثيرة. أنا أعلم أن هناك أكثر من 24 إعجاز في القرآن الكريم، واحدة منها الإعجاز العلمي، الإنبائي، التاريخي، اللغوي، عشرات. وهذا القرآن العظيم الذي لا يخلق على كثرة الرد، يعني كلما أتى عالم أو علماء أو عصر من العصور يجدون أن هناك كنوزاً لم يستطع من سبقنا أن يكتشفها، لأن هذا القرآن هو صالح لكل زمان ومكان، وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
عن ماذا نتحدث اليوم؟ نتحدث اليوم عن الإعجاز الإعلامي. هذا الموضوع وهو في صلب تخصصي، أنا أكثر من 20 عاماً وأنا أعمل في مجال الإعلام وتقديم البرامج الفضائية وإعداد القادة الدينيين للظهور الإعلامي. اليوم الوسيلة الأنجع والأسرع للوصول إلى قلوب الناس هي الإعلام. كان الموضوع مقتصراً على المسجد، على المحاضرات، على الدروس في المنازل. اليوم محاضرة واحدة يمكن تصل إلى ملايين الناس عبر الإعلام. لكن الإعلام نفسه له أدوات ووسائل تختلف. اليوم عندما أتحدث في خطبة جمعة يسمعني 500,000، ممكن أتحدث بشيء يمكن أن أخطئ فأعود في الأسبوع القادم أقول قلت كذا وقلت كذا، لكن في الإعلام القضية مختلفة تماما. القاعدة الأولى في الإعلام، ولمن شاء أن يتابع معنا هذه المحاضرة ويدون بعض الملاحظات، خاصة الدعاة الشباب يدون بعض الملاحظات الهامة، لأن ما سنقدمه هو عصارة تجربة أكثر من 20 عاما في مجال الإعلام الديني. القاعدة الأولى تقول الخطأ في الإعلام هو كالخطأ في الألغام، الأول هو الأخير. يعني الآن في اللي بيتعاملوا مع الألغام بيكون عنده مجموعة شرائط يختار أحمر أبيض أزرق، الخطأ الوحيد إذا ارتكبه طار. فللأسف في الإعلام عندنا مشكلة كبيرة أنه لا يمكن التصليح. يعني حتى اليوم وسائل التواصل الاجتماعي بيطلعوا له يعني كلمة آلة قبل 10 سنوات أنه أنت حكيت هيك، فبيقارنوا له بما حكى وكأنه اليوم حكاها، بينما الإنسان يتطور. وهي واحدة من مثالب الإعلام الحديث، أنه الإنسان يتطور، يتطور فكره، يقول شيئا ثم يعيد. الإمام الشافعي كان له مذهبين، فهناك تطور في الفكر. اليوم أنا كنت خطيب كان عمري 14 عاما، اليوم عندما أسمع لما كنت أخطب ربما يعني أحذف الكثير. لكن الإعلام لا يرحم، الإعلام يدور لك أنت قلت الكلمة ويلصقها يلي من 2000 بيقول لك هلا 2022 شوف كيف ناقضت حالك، كيف حكيت كلام مختلف. هذا يدعونا إلى تعلم مهارات الإعلام خاصة للجيل القادم. يجب أن يدرك هذه الحقيقة، ربما علمائنا السابقين ما استطاعوا أن يواكبوا هذا لأنه كما قلت كانت الدروس والمجالس محددة في إطارات محددة. إذن يجب أن نتنبه أن في الإعلام يجب الحذر الشديد، لأن ما سيبث لا يمكن التراجع عنه. إذن هذه أول قاعدة. طيب، هل القرآن الكريم تنبأ بذلك؟ تعامل مع ذلك؟ كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الإعلام في عصره؟ كيف القرآن وضع أسس إعلامية إلى أبد الدهر؟ نحن دائما نقول القرآن لكل زمان ومكان. طيب، كيف يتعامل القرآن مع إعلام هذا العصر؟ سنأتي على بعض النماذج الإعلامية في القرآن والسنة، وحتى أكون يعني موضوعيا واضحا، الموضوع كبير جدا، لكن أتيت بنماذج فقط حتى لا يظن المتابع والمشاهد أننا سنأتي على كل قواعد الإعلام في القرآن والسنة. الآن بين أيديكم وإن شاء الله ستظهر على اللوحات مباشرة، سأقدم نموذج للإبهار في السنة النبوية. يعني حتى نكون قريبين من الموضوع، حتى نبدأ بحركة عملية مباشرة، عندما نتحدث عن الإعلام عندكم الآن في عندنا شيء اسمه إبهار واختصار واختيار. طيب، ماذا نعني بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدثنا عن الحديث الأول يلي هو بنسميه حديث سيدنا جبريل، حديث سيدنا جبريل، هذا الحديث كما يشاهد الإخوة الذين يتابعوننا عن الزوم، والآن بين أيديكم الإخوة الحضور في القاعة، يعني حتى نبدأ بشيء عملي فورا ونجرب نشوف ونتذوق القدرة الإبهارية في الحديث النبوي، وسنأتي إلى أشياء أخرى. لكن الآن تابعوا معي هذا الحديث النبوي الشريف، هذا
يعني حديث الإسلام الأول يلي فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام وكيف صاغ الله عز وجل وقدر لنا أن نتعلم هذا الحديث، هذه المعلومات من خلال هذه الوسيلة. القاعدة الثانية كما كنا القاعدة الأولى أن الإعلام كالألغام، القاعدة الثانية أننا في الإعلام اليوم نتحدث عن الأساليب وليس عن المعاني. يعني الآن نحن كمحاضرة نتحدث عن الإعجاز الإعلامي كأسلوب، يعني علماء كثر حدثوا بالأحاديث وعلمونا القرآن وعلمونا التفسير وعلمونا أصول الفقه، حديثنا اليوم منصف فقط على الأسلوب، على كيف. الآن القضية ليست ما تقول، القضية الآن كيف تقول، وعشرات المشكلات التي تحدث في العالم من كيف تقول. كل يوم خدينا نحط مثالك بسيط، واحد بيقول لك يعني كاتب لك على ورقة صباح الخير، أنت داخل على العمل عندك والمدير العام كاتب على الورقة صباح الخير. الآن سيأتي صديق ويقرأ هذه الكلمة بيقول لك خلص أنت إقالة، أنت اليوم ودع وسلم وراءك لأنه كاتب لك صباح الخير. طيب واحد تاني نيالك في مكافأة، طيب منين أجيتوا هاي؟ أجيتوا أن الأول قرأ صباح الخير بلهجة تهكمية، صباح الخير أنت لساتك عم تجي متأخر، اعتبر أنه خلص. هي قرأ من الكلمة، هي هو أسلوب نبرة صوتية. الثاني قرأ صباح الخير، هو سمعان بإنجازاتك بالأمس واليوم جاي بده يعمل لك ترفيع. إذن القضية قضية أسلوب، واللي بدنا نتحدث عنه حتى نكون واضحين الآن ليس حديثنا عن التفسير ولا عن المعاني، عن الكيفية. الآن هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبرنا عن أركان الإسلام، أركان الإيمان وأركان الإحسان، وانتهى الموضوع، ثم عن أمارات الساعة. طب الموضوع ربما يعني خلال 10 دقائق ممكن أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يأمر أحد فيلقيه على الناس. لكن لاحظوا الآن المشهد، وهذا الحديث في صحيح مسلم، هناك مشهد إعلامي متكامل لتقديم هذا الحديث. ما هو هذا المشهد؟ أول لقطة النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد ويقول سلوني. يعني تخيل أنت الآن، انتبهوا إلى الآن القواعد التي سنبحث عنها، سنبحث عن الإبهار في الحديث النبوي. عندنا في الإعلام 3 قواعد: إبهار، اختصار، اختيار. يعني أنت بدك تكون إعلامي يجب أن تتقن المهارات 3: مهارات الإبهار كيف تبهر الناس، ومهارات الاختصار، ثم مهارات الاختيار. هذول 3 إذا أتقنتم أنت إعلامي، من أصغر إعلامي في الصحافة إلى أكبر إعلامي في إخراج الأفلام العالمية، كلها تنترج هذول 3. ما في علم من علوم الإعلام إلا تحت هذول الكلمات 3: إما إبهار واختصار واختيار. وأنت مطلوب منك لحتى تكون إعلامي أن تتقن 3 معا. طيب الآن عندنا في الإبهار، كيف سيقدم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ أولاً هذا الحديث تابعوا من الكلمة الأولى، يقول عليه الصلاة والسلام سلوني. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مجلس ليعلم، لكن الآن المفاجأة أنه يسأل. يعني تخيلوا لو الآن بدأنا دكتور محمد سعيد نصره بدأ لنا بأسئلة عن المحاضرة، تصور لو قال لم يذكر الأسئلة وقال أنتوا اسألونا، يعني أنا اليوم جاي أعمل محاضرة، فبدل أن أقول لكم هناك عندي معلومات أقدمها أبدأ المحاضرة اسألوني، نسألك عن ماذا؟ يعني لماذا نسأله؟ لاحظوا الآن هذا السؤال على غير ما تعرف عليه الناس. هذا أول ملمح في الإعجاز. عادة المحاضر يحاضر يقدم معلومة، الآن بالعكس تمام، أنت اسألني، شو اسألك؟ أنا جاي أتعلم منك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وكررها 3: وراقبوا الكلام من أوله إلى آخره متصل، ستعرف لماذا قال سلوني. لكنه لا يجيب الآن، سلوني 3 مرات. طيب لما لم يسأله أحد قال فهابوه أن يسألوه. لما بيهابوا أنه يسألوا، شو بدنا نسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني محاضر عادي، انت ما شو بدي اسالك، انت لسه ما حكيت.
فهابوه أن يسألوه. لاحظوا الأسلوب المختلف عن الأساليب التي نعهدها اليوم، واليوم أساليب الإعلام هي قائمة على فتح ملفات وعدم إغلاقها. هذا مصطلح في الإعلام، أن تفتح ملف ولا تغلقه. ماذا يعني؟ أنت عم تطرح تصرف أو تساؤل والناس ما عنده إجابة له، فهابوه أن يسألوه. وهن جالسين راقبوا الآن المشهد الإعلامي المبدع يلي لا يمكن أن يتصوره منطق. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. بالورقة اليوم بتشوفوا بين قوسين أنا حاطط تعليقي كإعلامي على هذا المشهد، ليس من نص الحديث، الحديث في اللون الغامق. الآن يلي بين قوسين هذا تعليق على الموضوع. فاطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، بدأ فتح ملف. من هذا الرجل؟ ماذا يريد؟ بياض ثياب في الصحراء؟ لاحظوا كم سؤال الآن. الآن أنت تخيل مخرج عالمي قاعد ماسك هذا الحديث وعم ينسق. شو هذا؟ نحن قاعدين بمسجد وقاعدين بمنطقة، شلون بيفوت علينا رجل شديد بياض الثياب؟ طيب ليه؟ شو المستغرب؟ منطقة كلها غبرة وكلها تراب، شلون جاي هذا؟ وأول مرة بنجي بنشوفه. طيب شديد سواد الشعر، هو رجل كبير لكن شعره أسود بالكامل. اليوم بس يكبر الإنسان ببلش البياض. استغراب تاني، لاحظوا الآن الإدرينالين عم يرتفع لأنه اللي قاعد عم يتابع المشهد. شو هاد؟ شو اللي عم يصير؟ رجل هذا الجمال بكامل، تمام. طيب ثلاثة، لا يرى عليه أثر السفر. عجيب جدا، واحد جاي على المدينة مو مبين عليه أثر سفر، يعني هذا مو جاي صافي في السيارة برا أو جاي بطائرة. هذا رجل جاي منطقة كلها صحراوية، شلون جاي ومو مبين عليه أثر السفر؟ يعني نحن اليوم إذا من آخر الشارع لهون بنجي الأواعي شوي بتتغبر، الملابس، الحذاء، هذا مو مبين عليه إنه من السفر. طيب شلون جاي؟ وتخيلوا معي إنه نكون نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، والآن المشهد قدامنا عم يصير. نحن الآن حافظين كمال الحديث، لكن تخيل أنت لما كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا المشهد أمامك، شيء عجيب. طيب ستة، ولا يعرفه منا أحد. هو الأصل في المدن الصغيرة والقرى الصغيرة الناس تعرف بعضها، طيب هذا منين جاي؟ يعني ما حدا خبرنا ولا حدا مبين، ما حدا بيعرفه. طيب حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جلس إلى، تقدم إلى النبي، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد برأس المجلس، هذا بياخذ الطريق وبيفوت لعند النبي عليه الصلاة والسلام. هلا الآن من أدب الصحابة الكرام ما حدا بيتصرف لوجود النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لما تخطى الحواجز عم ينتظروا إشارة. لو النبي قال طلعوه أو وقفوه أو شوفوا، بجوز رجل سيء رجل سوء، مع ذلك النبي ما حكى، فالكل سكت. حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، العجيب، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. يعني واحد بيجي بده يحكي مع ضيف، رئيس قوم، رئيس مجلس، يعني بيقعد على اليمين بيقعد على اليسار، بيبتعد 3 خطوات 4 خطوات وبيسأل. هذا يجلس إلى النبي، يضع ركبتيه على ركبتيه. لاحظوا الآن هذا موقف لم يخطر في بال أحد. لذلك مرة تانية دققوا، أنت عم تسمع، يلي بده يشتغل بالإعلام الديني بده يقدم الإسلام بهذه الطريقة، بده يشد الانتباه، وإلى الآن ما في كلام. الآن عم نشوف مشاهد مبهرة لا نعلم ما وراء. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلسة غريبة، ثم وضع كفيه على فخذيه. أعجب وأعجب، يعني أنا هلون أخي دكتور نصره أنا قاعد عم حاكي هيك، أهلين دكتور كذا، يعني شو هالموقف هذا؟ عيب عيب دكتور، عم بحكي أنا هيك الحوار. أما قرب لناحه حط إيدي على إيده، هذا التصرف عجيب غريب. لكن الله عز وجل يريد أن يبقى هذا الحديث أبد الدهر، يريد أن يبقى هذا المشهد في أذهان الصحابي، لأنه من وسائل التذكر أن تشرك جميع الحواس. أنت بدك تعلم أولادك مادة يحفظوها كاملة، الآن على مستوى القرآن ما بكفي يقرأ من المصحف، خلي يشوفه على شاشة، خلي يسمعه، خلي الآن صار في بعض البرامج الرائعة في تطبيقات القرآن، أشركه بأكثر من حاسة هو اللي بيخليه يحفظ. فالآن الله يريد لهذا الحديث أن يبقى بقاء الدهر. قال بعد أن وضع يدي كفي على فخذين، قال يا محمد، الآن هي لحالة إحدى الكبر،
يعني أن الله عز وجل ينادي يا أيها النبي في القرآن، يا أيها النبي، ما فيها محمد. طيب والصحابة حاشا وكلا، النبي عليه الصلاة والسلام ما حدا ينادي يا محمد، فكيف هذا الرجل يأتي نحن لا نعرفه؟ عم تتخيلوا يا جماعة المشهد، يعني بدك تعيش اللحظة، بدك تعيش شلون كانوا عايشين بهذاك الوقت. يدخل وقعد وجلسته غريبة، كل تصرفاته غريبة عجيبة. بعدين بتكملها بتقول يا محمد، يعني ما حدا بيرضى ينادي لأبوه بهذا الاسم، كيف بيقول؟ فالصحابة مرة تانية من أدبهم أنهم ينتظرون إشارة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما أشار بشيء فتوقفوا، كانوا يجلسون مع النبي وكأن على رؤوسهم الطير. قالوا أخبر يا محمد ثم أخبرني عن الإسلام. إيه منين سمع الإسلام؟ هذا الزلم أول من شو أول مرة بنشوفه، كيف سمعان عن الإسلام وجاي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى تتمة الحديث. حدثه عن أركان الإسلام. الآن يا جماعة العجيب جدا، الإنسان السائل عندما يأتيه الجواب ماذا يقول؟ يقول شكرا جزاك الله خيرا. ماذا قال له؟ قال له صدقت. صدقت؟ أنت جاي تسأل، ليش عم تسألني؟ يعني ما لي شيء. لو مثال أنت بتقول لواحد بالله وين جمعية إعجاز القرآن والسنة؟ والله أخي هون تاني باب على اليمين. بدل أقول لك شكرا بيقول لك إيه صدقت صح. شو صدقت صح؟ أنت جاي تختبرني؟ أنت بس عم تثبت معلومة؟ طيب قال صدقت. هذا الجواب عجيب جدا، كان سائلا وبدا معلما. قال فعجبنا له، الآن الصحابة يقولون فعجبنا له، يسأله ويصدقه. الأعجب من هيك عدم انفعال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، ما تأثر، يعني ما من إنسان إلا وتأثر. انتبهوا إلى هذه الدروس الإعلامية من حديث واحد، هناك عشرات الأمثلة. هذا الدين كنوزه مليئة جدا، لكن يجب أن نستخرجها. طيب قال ثم سأله سؤال ثاني فأخبرني عن الإيمان. إذا كان لا يعرف الإسلام فمن أين يعرف الإيمان؟ منين هذا السؤال؟ لسه هي المعلومة ما حكاها النبي قدام حدا. أخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته إلى نهاية أركان الإيمان. ثم أعاد فقال صدقت. يعني اللي زعم مرة أول وحدة، ليش ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والصحابة عم يستغربوا شو عم تساوي؟ طب وهذا المشهد صار ماضي ربع ساعة نصف ساعة ولسه عم يتحملوا. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان كان أول مرة يطرح. طب هذا جاي من برا، عرفان الإسلام والإيمان والإحسان، منين جايب هالعبارة؟ يعني عم يسأله شيء الصحابة ما سألوا النبي عن هذا الموضوع. أخبرني عن الإحسان. قال كلمة تسمع لأول مرة من رجل غير معروف، وهذا العجيب. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ثم السؤال العجيب جدا جدا جدا، زلمة الظاهر أنه رجل جاهل بدوي أعرابي يأتي إلى المسجد لا يعلم شيئا، يقول له فأخبرني عن الساعة. يعني سؤال الصحابة ما وصلوا لسه ليسألوا عن هذا الموضوع، فأخبرني عن الساعة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول، شوفوا هذا الجواب العجيب المذهل، قال ما المسؤول أعلم منها من السائل، أعلم بها من السائل. يعني معلش الواحد شوي هيك بس لاحظ الآن التوتر قديش أعلى درجة، أعلى درجة. يعني طرفة بيحكوها إنه أحد الرؤساء ماشي بسيارته فالسائق داخ، فنزلوا قعدوا وراه هو سائق السيارة حرصا على صحة هذا السائق. فلما وصلوا على باب القصر بده يدخل، فالحارس جديد قال له السيارة سيارة الرئيس بس، واللي ورا ما بعرفه، في واحد جديد عم يسوق بس ما بعرف، افتح الباب. لما لا هو ما له متخيل الرئيس هو نفسه اللي عم يسوق. فلما اجى الحارس قال له هيك وهيك هيك صاير عرفه. فالآن مثال مع الفارق، يقول له ما المسؤول أعلم منها يعني مين في أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ عم تتخيل التوتر اللي صار عند الصحابة الكرام؟ هذا الآن هو علم الإبهار في الإعلام.
الابهار في الاعلام، الام لما بتعمل مقدمه لفيلم لمسلسل لحلقه لخطبه، ساريكم اليوم بعض العناوين من الخطب اللي اقدمها. الخطبه اذا ما كان في هذا الشد كيف تجلب اهتمام الناس؟ انت مضطر تجلب اهتمام الناس. اليوم اولادنا شبابنا اليوم بيفتحوا الموبايل عنده عشرات الاشياء اللي تشد انتباهه، كيف بدي شده؟ انا بدي احكي درس ديني بدي شده اذا ما عندي اسلوب ابهاري. فالان النبي عليه الصلاه والسلام صرنا يعني بالموقف 21 ولسه ما المسؤول اعلم عنها بالساعي. عجيب حال الصحابه، يقول نرجوكم مين هاد؟ مين هاد اللي اعلم من النبي؟ النبي عم يقول له انت اعلم مني، شيء عجيب. طيب قال فاخبرني عن اماراتها. ايه لسه عم نحكي عن الساعه امتى؟ كمان بدك تعرف الامارات؟ قال يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال له انت اعلم. ثم انطلق، علموا النبي عليه الصلاة والسلام أمارات الساعة ثم انطلق. قال كيف يذهب حتى الآن لم نعرفه؟ راح وما بنعرف شيء. صار الموقف عند الصحابة، سمعوا الأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وأمارات الساعة، مين هاد؟ الآن الأعجب، يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا عمر، قال يا عمر أتدري من السائل؟ والله يا جماعة أنا عم بتخيل لو أنا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يا سيدي يا رسول الله أنا الآن حلمي أعرف مين هاد. وبيسألوا النبي يا عمر أتدري من السائل؟ شو بيعرفني أنا؟ يعني سؤال عجيب، كيف سيدنا عمر بده يعرف؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما بعرف، الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم، الآن انتبهوا، وصلنا ل 26 قال ما المسؤول أعلم منها من السائل. شوفوا الآن صرنا 26، مل إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طب ليش مو مهمة النبي علمنا الدين؟ ليش زي سيدنا جبريل؟ هذا أول اتصال للسماء في الأرض لبيان حقيقة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. والآن القضية لحتى ما يجي متأول يشك شوي إنه هدول الأركان الإسلام والإيمان والإحسان هدول ربما النبي قالون عبر الزمن حدا نقص زود من سيدنا جبريل، يعني ما عاد صفي شو أعلى مرتبة، أول اتصال من السماء في الأرض لخبرك إن أوعى تشك بأركان الإسلام والإيمان والإحسان وأن الساعة قائمة وأن الساعة حق وأن أماراتها. مين المتحدث؟ سيدنا جبريل. لكن ما قال لهم من البداية، ليش ما من البداية قال لهم؟ ليش تركم متشوقين؟ أتاكم يعلمكم دينه. قال ثم قام فقال عليه الصلاة والسلام ردوه علي. الآن انطلق من المسجد ما حدا شافه، شلون طلع ما حدا شافه؟ قال ردوه علي فالتمسوه فلم يجدوه، يعني مباشرة طلعوا اختفى. هذا سيدنا جبريل، هذا مو شخص عادي. قال هو جبريل أراد أن تعلموا. الآن دققوا، حكينا أول كلمة سلوني ما بدا لكم، آخر كلمة أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. أنتوا ما سألتوا، شو يعني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام عم يعلمنا هذا الدين قائم على السؤال. أنت ما بدك تضل متلقي. واليوم أحدث نظريات التعلم، أحدث نظريات التعلم أن تشجع الأبناء والطلبة على السؤال مو على التلقي، مو على التلقين. اليوم وآخر نظرية في العلم أنه شجع الأولاد يسألوا. النبي عليه الصلاة والسلام من أول لحظة أنت بدك تروح تسأل عن دينك، هذا الإعجاز الإعلامي. أنت بدك تبحث عن دينك، أنت في شيخ في عالم، شيخنا هون موجود، أنا بيجي بسأله سيدي أنا عم ساوي هيك عم بعمل هيك. أما ينتظر للشيخ يفضى ويعمل له محاضرة ويعمل له كتيبات ومختصرات وبعدين أنا بختار ما الذي أطبقه ما الذي لا أطبقه. النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول لك هذا دينك أنت بدك تسأل عنه. الآن هذا أسلوب واضح، هذا أسلوب واحد من الأحاديث. طيب نرجع لموضوع ثاني، القرآن الكريم. خلينا نحكي بجزئية جميلة جدا عن القرآن الكريم بعدين نرجع للحديث، كمان عنا مثال حلو كتير. القرآن الكريم لحتى يورجينا عظمة الإبهار، لساتنا عم نحكي عن الإبهار، بين قوسين هي إحدى المسابقات كنا ساوية في جامعة العلوم الإسلامية بفضل الله عز وجل،
أنا ومجموعة من الإخوة قدمنا شيء اسمه برنامج تدريبي للداعي الإعلامي لحتى الشباب يتعلموا أنه الإعلام ركن كامل من أركان هذا الدين. تابعوا معي، أنا أدقق في هذه العبارة، ركن كامل بل ثلاثة أركان كاملة من صفات الشخصية الدعوية قائمة على تعلم أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، وهلأ لحن نفصل عنها. فهذه كانت مسابقة الداعي الإعلامي، ومن قدر الله عز وجل يعني لم يكن مرتبا أن الأول الذي أخذ على جامعة العلوم الإسلامية الداعي الإعلامي الأول في الأردن كان فضيلة الدكتور محمد سعيد نصره، اللي أكرمه فضل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قدم عشرات البرامج، وهو الخطيب المفوه والإعلامي المتنور الذي يقدم العشرات من الإبداعات في مجال الإعلام. طيب، فقط هي لحتى نشوف نحن وين تطبيق هذا الكلام. في بحث هام جدا كما قلت، أنا الآن سأقدم ومضاض، لا أستطيع أن أقدم كل شيء عن الإعلام. في بحث إن شاء الله تسعد به اللي بده يتابع الإعلام، عندي بحث محكم منشور على الإنترنت، موجود على مجلات علمية، أثر النبرة والتصوير والتلوين في تلاوة القرآن الكريم والحديث الشريف. أنا لا أتحدث عن التفسير، عن طريقة نبر الصوت، عن طريقة إيصال الكلمة، عن طريقة نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندما نتحدث عن الإعلام يجب أن نتذكر هذه الثلاثية: إبهار، اختصار، اختيار. كيف تقدم معلومتك الدينية؟ كيف تقدم نفسك في أي مجال مجالات العلوم؟ يجب أن تكون مبهراً. شو يعني إبهار؟ إبهار يعني القدرة على شد الانتباه. مرة تانية، اليوم جوالاتنا معنا، أنا كيف بدي قرر تابع هذا الموضوع أو ما تابع؟ قديش عنده قدرة يبهرني بأعشار الثانية لحتى يشدني أكثر؟ قديش عنا قدرة كخطباء أني أنا أكون مبهر من الثواني الأولى؟ بنقول له في الخطابة، إذا من الثواني السبع ثواني الأولى لم تستطع جلب انتباه الجمهور، لح يبلشوا يلي يلتفت، يلي يلعب بالسجادة، يلي ينعس، يلي يساوي. قديش عندك قدرة؟ سمعت مرة كلمة عن أحد الخطباء جزاه الله خيرا، قال لي يعني لما بنسمع الخطبة تبعه رقبتنا بتصير متشنجة لأنه ما بنحسن لننزل رأسنا، بنشد الانتباه اللي عم يشد فيه الموضوع. تابعوا هون هيك بعض العناوين للخطب. هلا هذه العناوين، هي لوحات أكتب فيها العنوان مع صورة أخرج بها على المنبر، ثم بعد الخطبة توزع الخطبة على المصلين بمختصر لمضمون هذه الخطبة، خطواتها أهم الأفكار الرئيسية. لكن أنت تخيل أنت واقف وتحمل، أعطيني واحدة بالله أخي حمزة، تكون واقف على المنبر وتتحدث للناس وأنت طالع على المنبر عامل هيك، والآن شو بده يصير بالناس؟ هذا الموضوع الآن، هذا الموضوع اللي بدنا نحكي فيه بالخطبة، الأقربون أولى بالإنفاق. طيب، وهناك خطوات عملية، إذا هاي عملية إبهار اللي فايت من برة المسجد، شوفي شو حامل الخطيب، هو عنوان الخطبة، لكن مكتوب بأسلوب جيد مع صورة جميلة، ثم بيانات هذا الموضوع بشكل تفصيلي، ثم تطبع على ورقة تقدم للناس. كيف تلاقي متابعة الأبناء والشباب والحضور لمتابعة هيك موضوع؟ بدل أنه والله أنا أمضي أحيانا للأسف بعضهم يمضي خمس دقائق في مقدمة الخطبة، افتتاحية الخطبة، علما أن الأركان تقتضي في أربع خمس جمل تنتهي أركان الخطبة. فبدنا ننتبه لموضوع الإبهار. طيب، من الـ الإبهار، قواعد سريعة. عندما نتحدث عن الإبهار يجب أن نعلم أن هناك أربع قواعد أساسية للتأثير: لماذا، ماذا، كيف، ماذا، لو. وهذه غطاها القرآن والسنة الشريفة بكل جدية. طيب، ليش الإعلام، ليش نحن مهتمين بالموضوع؟ لأنه ليس المهم مقدار ما تعلم وإن كان ذلك مهما، لكن المهم هو مقدار استطاعتك إيصال ما تعلم إلى من لا يعلم. القدرة على الإيصال المعلومة، هاي اللي الآن نحن نفقده في جامعاتنا، في كلياتنا، في مساجدنا، البراعة في إيصال المعلومة. الكتب مليئة، علماءنا جزاهم الله خيرا أفنوا حياتهم في سبيل إيصال المعلومة، لكن كيف نوصل هذه المعلومة؟ إذن الأصل الأهم، كيف تقول
مما تقول أهم كين. ليه؟ لأنه في عنا تحذير من الله عز وجل. هذا التحذير إذا أنت ما استطعت تشد الناس وتبهرون يخشى الانفضاض. شو يعني الانفضاض؟ أن يهرب الناس. وهذا الكلام لمين قاله الله سبحانه وتعالى؟ إن الله سبحانه وتعالى قاله للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب انتبهوا لنفضوا من حولك. وحاشا أن ينفض الناس من النبي، لكن تعليم إنا يلي ندعي إنه نحن دعاة إلى الله عز وجل، انتبه عندك ثلاث أشياء إذا ساويتهم الناس ستنفض. إذن المعيار الآن ما عم يخاطبوا لو تحدثت بكلام مسند أو غير مسند، بحديث بآية، حكيت بحديث، حكيت شعر. القضية الآن في الأسلوب، تمام؟ القضية الآن قضية أسلوب. وهي الورقة قدامكم الآن عن صفات الداعية إلى الله عز وجل، كيف يجب أن يكون عندما يريد أن يحدث الناس. أنا هي أتمنى هذه الصفات العشر القرآنية أن تكون لكل داعي قبل أن يبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني الآن أنا أدرس إعلام وأعمل في عشرات القنوات الفضائية، لما بيجي واحد يقدم برنامج فضائي أو إذاعي في شروط بالإذاعة، بده يكون عندك صوت متميز، عندك قدرة على التنقل بين طبقات الصوت. في التلفزيون في عندك مظهر لائق، في عندك جودة في الأداء، عندك لغة جسد رائعة، عشرات المواصفات. كذلك في الدعوة إلى الله، مو كل واحد، أنت بتبلغ ما تعلم مع من تعرف، كما قال الدكتور راتب النابلسي. أنا أي مسلم يستطيع أن يقدم المعلومة التي يعمل بها، يعرفها، ويقدمها للناس الذين يعرفهم. لكن الدعوة إلى الله عز وجل مهمة من المهام يلي هي تحاكي مهام الأنبياء. لذلك الله عز وجل وضع لنا شروط، عشر صفات، ليعرف الداعي إلى الله ماذا سيفعل عندما يدعو إلى الله. لاحظوا الآن ست صفات ما لهم علاقة بالموضوع. شو يعني؟ يعني أول قضية، عندما تريد أن تصبح داعي إلى الله عز وجل يجب أن يكون فيك صفتان لازمتان وصفة غير موجودة. الله عز وجل يقول صفة لازمة وصفتان غير موجودتان. أول وحدة اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم، يجب أن تكون لينا، ولا أن تكون فظا ولا غليظ القلب، وهذا له شروح طويلة كثيرة. إذن اللي ما عنده لين وعنده فظاظة وعنده غليظ القلب، أرجوك لا تعمل في حقل الدعوة إلى الله عز وجل. مثل الآن مكتب يعني بشغل علاقات عامة، أنت إذا ما عندك قدرة، ما عندك بال طويل، لا تشغل علاقات عامة، اعمل عمل آخر، تمام؟ طيب هدول ثلاثة صفات أساسية. طيب الآن الأهم يلي نحن عم نحكيه الآن، هاي العشر صفات القرآنية، هاي أول واحدة اللين، ترك الفظاظة، ترك غلظة القلب، ثم الأسلوب. هدول ثلاث أساليب، هدول يلي أتمنى أن يوجدوا في عالمنا الإسلامي وعبر هذه الجمعية. يجب أن تدرس هذه المادة، الأساليب كيف نوصل الدعوة إلى الله، لكن بحقيقتها. الآن عندما يقول ربنا عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، عشرات المؤلفات، لكن هذه يجب أن تكون مادة ويتم اختبار الطالب فيها، لا يتخرج قبل أن أتأكد هل أوتي الحكمة، لأن الحكمة أوتي الحكمة وليس يتكسب الحكمة، يؤتى الحكمة، اللهم علمه الحكمة كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا ابن عباس. عنده حكمة موجودة وعلى تعاريف هائلة للحكمة، لكن من أجمل ما أعرف عن الحكمة أنها الزمن بين المؤثر والاستجابة، وهذا من معناها اللغوي. الحكمة هي الحكمة التي توضع في فم الفرس كي لا يسرع وكي يبطئ. فالآن الحكمة هي أن يضع المسلم أو الداعي إلى الله عز وجل أن يكون هناك زمن بين المؤثر والاستجابة. ماذا يعني؟ إذا سمع كلمة كيف يحاكم هذه الكلمة، يعطيها زمن ثم يرد. لكن هذا الإنسان الذي يتسرع في كل إجابة هذا ليس حكيما، يتفاعل مع أي موقف دون أي تروي هذا ليس حكيما، وهذا يحتاج إلى ميران كثير جدا. ثم قال ربنا عز وجل الحكمة، وهذا كما قلت الزمن بين المؤثر والاستجابة. ثم قال الوعظ الحسن، ليس يقول الوعظ، عشرات الذين يتقنون الوعظ، لكن من الذي يتقن الوعظ الحسن؟ الوعظ الحسن ما أوصل إلى الحسن،
يعني أنا استطعت فعلا أن أغير. إذا أحتاج إلى عشرات الأساليب، عشرات العلوم لأتعلم نفسيات وطباع الناس وطرق الناس، وهذا طافحة فيها السيرة النبوية. ثم الجدال بالتي هي أحسن، ثم علمنا أربع مهام التي هي تلاوة الآيات، تزكية النفوس، تعليم الكتاب، وأقف عند تعليم الحكمة. دققوا الآن يا سادة، دققوا. يأمرنا الله عز وجل أن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، صحيح؟ إذن الحكمة هنا أسلوب، لكن فيما بعد يقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. وأنا نداء وجهه لكل جامعاتنا، أين نجد علم الحكمة وأسلوب الحكمة؟ يعني القرآن يطلب منا أن نعلم الحكمة بالحكمة، هذا غير موجود في مناهجنا. الحكمة علم والحكمة أسلوب. أنت مطلوب أن تعلم القرآن بالحكمة وتزكي بالحكمة وتتلو الآيات بالحكمة وأن تعلم الحكمة بالحكمة. هذا نحتاجه. لذلك اليوم نشوف المفارقات، نشوف البعض لا يتقن التوجه الصحيح إلى صلب هذا الدين، لا نجد النتائج الإيجابية الكبيرة جدا. هذا الدين وجد ليبقى إلى أبد الدهر، نحن بحاجة إلى هذه الممارسة. أنا لا أريد أن أطيل، أريد أن أختم بمعلومة جميلة جدا عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن الكريم، فقط معلومتين أنا ما بدي حتى لا يضيع الوقت ونفتح المجال للتساؤلات. أريد أن نقرأ هذه الأحاديث عندكم بين أوراقكم، وطبعا ليت الجميع كان معنا في هذه المحاضرة الرائعة. الآن في من الأساليب الإعلامية اللي نحن بنسميها أساليب التأثير الحتمي. التأثير الحتمي، كيف أنا بدي أثر حتميا؟ عندنا قاعدة في الإعلام، اسأل ثلاث أسئلة جوابها نعم حتما ثم أطلب ما تريد. إذن أنا كي أقنع الناس يجب أن أسأل ثلاث أسئلة جوابها نعم حتما ثم أطلب ما تريد. الآن شوفوا الإعلانات، مثال على الإعلانات، بدك منظف رخيص نعم، بدك منظف ريحته حلوة نعم، بدك منظف يقضي على الجراثيم نعم، اشتري كذا. هذه الأسئلة الثلاثة إذا كان جوابها نعم حتما لا تملك إلا أن يفعل الآخر ما تريد. أنت بدك سعادة الدنيا، بدك سعادة الآخرة، بدك أبوك وأمك يرضوا عليه، تعال اليوم على كذا فيستجيب. وقيادة الجماهير قائمة على هذه الفكرة، هذه واحدة من ست قواعد في قيادة الجماهير عبر التاريخ. تسأل أسئلة جوابها نعم حتما. طب تعالوا الآن قبل أن نبدأ بالحديث إشارة سريعة إلى القرآن. الله عز وجل يريد أن يعلمنا أن نكون مؤمنين، ماذا قال؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ من يستطيع أن يقول لا؟ كل يوم نبدأ نقول نعم، واضح؟ إذا سأل سؤالا جوابه نعم. هل عندما يقول ربنا هل أدلكم، من السائل؟ الله عز وجل. إذا مضمون النتائج. طب أدلكم، الله عم يقول لك أنا اللي حساعدك. طب تدلنا على ماذا؟ على تجارة. لاحظوا الإبهار، ما قال على إيمان على آخر، على تجارة، تجارة، وكلنا يشتهي التجارة. لاحظوا الآن عدد الموافقات، الله المتحدث، الله الدال، ويخبرني عن شيء لا استحيل أن أقول لا، أنا أريد تجارة. طيب وهذه التجارة الرابعة تنجيكم من عذاب أليم. في تجارة يمكن أخسر فيها، مو كل التجارات في الدنيا أربع، لكن هي عم يقول لي الله هي تنجيك من عذاب أليم. طب شو تساوي؟ تؤمنون بالله. لذلك عندما يخطب الخطيب إعلاميا أعطيني تساؤلات، هل تريد لأبنائك السعادة؟ هل تريد لزوجتك الهنا؟ هل تريد أن تحصل على مال حلال؟ هل تريد؟ هل تريد؟ ثم أعطيه الجواب، أما مو والله فورا أقفز إلى الإجابات، واضح؟ طيب إذن الله عز وجل يفعل هيك. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام، بس نختم بهدول، لاحظوا الآن عندنا ثلاث أسئلة، ثلاث أحاديث. الحديث الأول في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم، واتفقنا لما النبي اللي عم يحكي أنا فورا مباشرة نعم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟
نعم في واحد يعني قولوا الآن لو تخيلوا النبي عم يسألكم شو بتقولوا؟ نعم. طيب ويرفع به الدرجات؟ نعم. طيب قالوا بلى يا رسول الله. طبعا باللغة العربية قولوا بلى. إذا تمت الموافقة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. تمام؟ طيب ليش ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال، وهذا السؤال موجه للدعاة، خاصة الدعاة الجدد. لا تبلش بإعطاء المعلومة. ليش ما بلش النبي قال عليكم بإسباغ الوضوء، عليكم بكثرة الخطأ، عليكم بانتظار الصلاة على الصلاة؟ الآن في الإعلام ضع الحافز ثم قدم المعلومة. حط لي حافز، أنا ليش بدي أسمعك؟ ليش بدي أعرف عن كثرة الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بده يعطيهم معلومة غالية جدا. فوضع التساؤل أولا، ألا أدلكم؟ ثم أتى بالإجابة كما فعل القرآن العظيم، هل أدلكم على تجارة؟ طيب مثال ثاني، الآن كان هناك موافقتين، وهذا الذي أريد أن ندرسه دراسة عميقة، ولن أتحدث عن المعاني النفسية والتقنيات الإعلامية. حديث ثاني أيضا في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ألا أعلمكم شيئا؟ الجواب طبعا نعم. طيب والآن لاحظ، الآن النبي يبسط، ألا أعلمكم شيئا؟ مو والله علمكم هيك أربع مجلدات خمس مجلدات، علمكم علم كبير، ألا أعلمكم شيئا؟ طولوا بالكم بس هيك قدامه الناس بده يعلمهم شيء بسيط. إذا شغلة بسيطة يلا بسم الله. قالوا نعم. قال تدركون، لاحظوا الآن الأسئلة يلي عم يطرحها النبي والمغريات والإبهار اللي عم يشد فيه. لحعلمكم شيء تدركون به من سبقكم، نعم لما لا؟ نعم. طيب وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. نعم يا رسول الله، شو نساوي؟ قال تسبحون وتكبرون وتحمدون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة. لاحظ الشد شلون، بدل ما قال له يا ابني قوم صلي، بابا أنت حابب تكون أسعد الناس، حابب تكسب رضاي، حابب أنت تشعر بطمأنينة، حابب تشعر بسعادة، حابب تكون متميز بين أقرانك. أي نعم، لا تسمع نعم ونعم بشغف ونعم بكل حب، والله أنا حابب روح على الجامع، تحب تروح معي؟ واضح؟ ما في أمر من النبي، يعني النبي مو قال سبحوا وكبروا وحمدوا وإلا تفعلوا إلى جهنم. واضح؟ عطى مرغب. الحديث الأخير خمس موافقات، وهذا من الأحاديث الجميلة أتمنى أن تدرس دراسة عميقة. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم، بدكم أحكي لكم بخير أعمالكم؟ أي نعم، قولوا نعم. طب وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. شو بدك مشهد أكثر من هيك؟ يعني لله المثل على النبي مثل على، أنت حابب هيك ناخدك رحلة على العمرة والله يا ريت، وعلى حسابنا يعني، ودرجة ملكية يا ريت، ويطلع معك الشيخ الفلان نعم، وأبوك أمك معنا يا ريت. شو بدك أحلى من هيك؟ شو بدك أحلى من هيك؟ فالنبي عم يقول لك شو بدك أحلى من هيك؟ أعلى درجة عند الله عز وجل، وأرفع مكاني، وخير لك من الذهب والفضة، وخير لك من الحرب. طيب شو هدول؟ قالوا بلى. قال ذكر الله. هذه طريقة، هذا أسلوب، والأسلوب أنه والله يلا اذكر الله، لا مو طريقة، بدك تحط لي هذه المغريات. هيك البشر تتعامل، هيك الله سبحانه وتعالى فطرنا، نريد لماذا ثم أعطينا ما لدي. الموضوع كبير جدا، لا أستطيع أن أستفيد أكثر، لكن أتمنى عليكم أن تراجعوا الأساليب الإبهارية والإعلامية في القرآن الكريم والسنة، وهي كما قلت طافحة ومليئة جدا في قرآننا. أتمنى من شبابنا ودعاتنا الجدد أن يتنبهوا إلى هذا الموضوع وأن يمارسوا هذا الموضوع، وخاصة على وسائل التواصل الحديثة، كي نستجلب أكبر عدد من الشباب للدخول في دين الله أفواجا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا لأنه استخدم هذه الأساليب التي كانت ركيزة أساسية في حياته. شكرا جزيلا لجمعية إعجاز القرآن والسنة
للدكتور حاتم على هذه الاستضافة الطيبة المباركة، لأخي حمزة على المساعدة، ولأخي دكتور محمد سعيد نصره على حسن التواصل معنا، ولحضوركم الكريم الطيب المبارك الذي أعتز به وهو تاج على رأسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. شكرا فضيلة الدكتور عبد الفتاح على ما قدمت وأفدت في هذا الموضوع الحقيقة اللي له تأثير مباشر أصبح في حياتنا. كان زمان الإعلام في القديم ما له تأثير مباشر كثير في حياتنا، لكن اليوم مع انتشار الأجهزة الخلوية بين أيدينا وبين أيدي أبنائنا صار له تأثير مباشر في حياتنا، في تكوين شخصيتنا، في تكوين عقيدتنا، في حتى بعض السلوكيات الموجودة. فهذا موضوع الحقيقة يعني مشكور جدا فضيلة الدكتور عبد الفتاح في طرحه، والأمثلة كانت موفقة بفضل الله وحمده. نترك مجال للأسئلة، اللي بيحب يسأل سؤال تفضل سيدي. تفضل سيدي، نتعرف عليكم سيدي. دكتور خالد. نعم نعم منكم سيدي. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. حقيقة في البداية أقدم شكري الجزيل لا محدود للدكتور عبد الفتاح السمان على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا الأسلوب الجميل الذي حقيقة يدخل إلى القلوب. تبارك الله فيكم وبارك الله بكل المستمعين. الله يبارك فيك. حقيقة يعني الدعوة إلى الله كما نعلم جميعا هي فن إيصال المعلومة إلى المستمعين إلى الآخرين. والدكتور حقيقة يعني ركز على خلينا نقول الطريقة والأسلوب التي من شأنها أن تشد الآخرين للاستماع وللمحاضرة أو للخطبة أو إلى غير ذلك. لكن أنا أريد أن أذكر يعني نفسي وأحبتي وإخواني المستمعين والحاضرين أن هنالك أمر مهم جدا 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 للخطباء وللدعاة والوعاظ وللمعلمين وللمدرسين إلى غير ذلك، وهو أولا أعد نفسي قبل أن أعد درسي. الله. أعد نفسي قبل أن أعد محاضرتي وأصلح نفسي قبل أن أعد محاضرتي. وكما نعلم جميعا أن ما خرج من القلب مقره القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان. فموضوع يعني صلاح الشخص الخطيب أو المتكلم أو المحاضر وعلاقته الطيبة مع الله هذا له أثر عظيم على قبول المستمعين لخطبته ولمحاضرته. والأمر الآخر وهو المهم جدا 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 الإخلاص. الله الله. الإخلاص وهو يعني الإخلاص في الكلام يعني يجب أن يكون حتى يكون لهذا الكلام مقبول. الملح الأكل الطبخة مهما كانت يعني قيمة مهما كانت ذاك مهما كانت مكونة من كل العناصر الغذائية المتكاملة إذا لم يكن معها الملح لا يستصيغها أحد. وكذلك الخطبة والدرس والمحاضرة وإلى غير ذلك لا يمكن أن تلقى القبول السليم إذا لم يكن هنالك إخلاص من المتكلم أو من الخطيب. طبعا. وهذا يعني طبعا. بعض ما عندكم. الله يبارك فيك سيدي يعني بالعكس. شكرا يا سيدي. يعني بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا سيدي. أشكركم مرة أخرى على هذه المحاضرة الطيبة. شكرا لحضورك الكريم والله. الله يبارك لنا فيك. بارك الله فيك. والسادة الحضور. يعني نقطتين في غاية الأهمية، أنا عجبتني أعد نفسي قبل أن أعد درسي. بارك الله فيكم يا سيدي. سؤال آخر سيدي، تعرفنا على نفسك. تعرف عليك سيدي. اسمك سيدي. أهلا وسهلا. أنا كنت يعني أحكي كثير لما يطلع الخطيب على المنبر ويطلع بقول ما طلعناش في شيء. إحنا بهمنا نطلع في شيء اللي نسولف لأولادنا في البيوت. يعني بقول خاصة في رمضان بالذات اللي بيجي الحضور كثير، في بعضهم لأول مرة بيجي على في المسجد. بقول له هذا لازم يطلع بشيء بموعظة بشغلة اللي يصرف لأولاده اللي يجذبهم إلى المسجد. أحسنت. هاي نقطة كثيرة. بعدين ثانيا زي ما قلت حضرتك دكتور، أنا مرات لما أسمع لواحد تعجبني المحاضرة مش بس بسمع بذان بسمع بعيوني كمان. الله الله. يعني فعلا بحط يصير الاهتمام عيوني كان مش بعيوني مش يعني مش بذاني.
قد ما تكون المحاضرة قيمة. كنت أقعد مع تمعين اللي بيجوا دعوة بقول لهم طب أنتوا أسلوبكم غلط. قال كيف؟ بتجون قلت لهم بتجيب هالأجداس القصيرة وال من هو والربطة اللي من هو. منطقتنا هاي ما بتمشي فيها. إحنا أكثر الجيل هون خاصة أردن بلدان شباب تعالوا مطران جنس، تعالوا ببلوزة، تعالوا ببدلة. عشان سيبت بدنا نوقف معك. أنت بالشام مش عم وقف معك من مرة لعلمك. أنت بتيجي على تمعين الجامع هم يجين يصلوا. أنت بدك ناس برا الشيخ الغزالي كان يفوت على الطار طلع ما شفت سبعة. أنت جاي على الجامع هم يجين يصلوا. أنت بدك إذا تعال خلي أقل ما فيها مع ثلاثة أربعة لابسين بدلات لابسين جنس لابسين يشيل هالشباب اللي هم اللي اليوم هيك كل طبعهم. لكن لو رحت أنت أفغانستان ولا بسبب بس اللباس هذا ماشي تونه فيه. وفعلا كنت انتقد بعضهم وكنت قاعد مع مجموعة كبيرة يعني من اللي جايين من يوغوسلافيا من الهند من الصين من تبعين الدعوة يقولون الأسلوب والشكل. أنا بهمني الشكل لما أشوفك أنت مرتب أنا مباشرة بجذبني الشكل لك وبحضر بعدين بصير أحكي شو اللي حكيته. وفعلا هذا الأسلوب إحنا وخاصة أمتنا للأسف في بعضهم أتذكر في رمضان بيطلع يحكي صارت الناس تقوم تفلم يقولون وين بدكم تروحوا اللي لسه أسبوعين بحضر في المحاضرة أسلوبه والله لغاية إذا بتذكر الشخص بقول له السوق صح عندك موضوع بس كأنه تعرف عليه مش إنه موضوع أن بتوصل المعلومة للقلب زي ما قال الدكتور. لا بدك أنت كان موعظة بسيطة سريعة لأنه في ناس أكثر من 6 ساعة. صحيح الله يبارك الله فيكم على المداخلة سيدي. في أي سؤال في الموضوع تفضل سيدي عرفنا على نفسك. عبد الله بسيط حياكم الله. بدي أسأل نشكرك على هذه المحاضرة القيمة الطيبة والمفيدة جدا. لكن هل لك بعض البرامج أو على الفضائيات يعني ممكن نتابعها حتى يتعمق هذه المهمة جدا؟ الله يبارك فيك الله يبارك فيك. أنا كنت مستشار لمركز تأهيل الدعوة للأئمة والوعاظ في جامعة العلوم الإسلامية وقدمنا عدة برامج في مجال الإعلام وعندي على صفحتي دكتور عبد الفتاح السمان عشرات المحاضرات في الإعلام بس تطلع عبد الفتاح السمان والخطاب والمحاضرات كلها بفضل الله عز وجل موجودة. وقريبا هناك كتاب كامل عن الإعجاز الإعلامي في القرآن والسنة. في سؤال آخر سؤال سيدي لأنه مشان بدنا نلحق صلاة المغرب. سيدي آخر سؤال تفضل. اسمك عرفنا اسمك سيدي. أهلا وسهلا الله يجزيكم خير. أنا لست ما أستطيع أقدم بعد أخواني اللي تقدموا. الله يبارك في كل الناس خير وبركة. أجل أنا قارئ شوي يعني تفضلت في مرتبات عن الإعلام هو أصول الخطاب. نعم صح كلام. نعم نعم من أصول طبعا من أصول الخطابة. نحن مع الأسف جدا في مكان زمان أنه معظم خريجين كلية الشريعة ما عندهم شيء بعض سيدي بعض بس حتى ما نكتر بس بعض بعض اللي بيأفلح ما شاء الله بيسافر بيطلع عندنا اللي بيتدرب فينا اللي بيضل عندنا نحن اللي بيتدرب فينا وهذا اللي بيتدرب يعني مشكلة بيضعف المجتمع كامل. فالله يجزيكم خير يعني هذا الموضوع اللي لو يعني يدرس بالجامعات يعني والله نحن نسأل يعني هي ساداتنا العلماء نتمنى أن تكون هذه مادة يعني من ضمن المواضيع. الأستاذ حط إيده على جرح يعني جرح بليغ يعني وأنا مؤاخذة بندخل على الخطبة يعني أحيانا كثير قادر الخطيب على أن يشرح الفكرة بمخيلة المصلي تمام ويضيعه حد ما إنه يطلع من الفكرة خلاص راحت كان إلى شوية عناصر إجا هو ضيعها. إن شاء الله سيدي نحن نتأمل يعني الجمعية الله يجزيهم خير فتحت المجال ونداءات متكررة من علمائنا إن شاء الله الله بيسر. أخونا شكرا. بده سؤال تفضل. الله يبارك فيك. من خلال حديثك من الشيخ أستطيع أن أستنتج الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استخدم الإقناع المنطقي من خلال مخاطبة العقل كذلك التعبير الجميل. الأمر الآخر الفكرة كانت واضحة من إيمان من إسلام المكاشفة والمصارحة إنه جبريل أتاكم نعلمكم أمر دينكم. الأمر الآخر يعني إذا نظرنا في القرآن الكريم نجد أنه عمل إعلامي متكامل. ذلك القرآن الكريم أمر بالاستماع لتلاوته وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن الكريم أيضا استخدم أسلوب القصة من أجل الإخبار مثل قصة
آدم عليه السلام حدث فيها عن نشأة الخلق وأن الله جعله خليفة في الأرض. قصة موسى وأخيه هارون مع فرعون، أصحاب الأخدود، أهل الكهف وكم لبثوا في كهفهم. كذلك القصة أيضا من أجل التربية، وكل نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. كذلك القصة من أجل تعليم قواعد السلوك، حبذا لو يستخدمها الدعاء. أيضا القرآن الكريم استخدم كما تفضلت أسلوب التساؤل، يسألك الناس عن الساعة. تماما، ما هذا اللي ذكرناه بالتساؤل، انه سأل لانه في وقت صلاة المغرب. سيدي اذا في عندك سؤال الله يجزيك الخير. السلام عليكم. في قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. واخيرا اسلوب الانكاري، هذا مهم جدا ان نستخدمه الدعاء. افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. الله يجزيك خير، شكرا كثير، شكرا كثير، شكرا، بارك الله فيكم. في بقية كلمة ختامية لفضيلة الدكتور رئيس الجمعية الدكتور حاتم، فليتفضل. مشكورا، بارك الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم سيد الأولين والآخرين على آله وصحبه. أول شيء أتقدم الشكر لأخي الدكتور عبد الفتاح السمان على هذه المحاضرة القيمة التي فتحت لنا آفاقا في الدعوة إلى الله وفي بيان الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة كلها خير. نحن نبحث عن الحكمة. دراسة كتاب الله عز وجل لا تعجبها الدراسة. وفقه كتاب الله هي الدرجات التي يرتفع الأمور من درجات الأولى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الدرجات. هذه منصة، هذه الجمعية جمعية مباركة. محاضراتها الآن أكثر من 200 محاضرة. يعني كل شهر أسبوع محاضرة. محاضرات الوجهية، ولكن سبحان الله الجو كان أحيانا كان أضعف هذا الرقم ومحتم. يعني أنا شخصيا طول عمري بقى، ولكن كل مرة أقول ربي زدني علما أتعلم عنه. الخطاب خطاب الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، أعلم أهل الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق في الماضي والحال المستقبل. طلبنا بعلمه أن يطلب منه أن يجده علمه، وقل له ربي جبني علمه. صحيح. إذن هذا المنطق طلب العلم وارتفاع الإنسان في الدرجات العلى بالعلم والإيمان. أكثر له الطيب في كتاب الله العلم 782 مرة، الإيمان 812، العلم والإيمان 1600 لفظة في القرآن، كل 50 لفظة في القرآن كريم فيها يا علم يا إيمان. سبحان الله. والقرآن كريم يعني جناحي الارتفاع إلى الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم. ما شاء الله. نحن بحاجة دائما للتوعية الإيمانية. الشيخ يعني الدكتور أخذنا عبارة عن ملعقة من العسل. يعني أنت أي حديث من حديث رسول الله، أي آية، أي قصة، القرآن لا يشبع من العلماء. أنا مش من العلماء، بس العلماء ما يشبع من والله. كل ما بتتعلم وبتقرأ تشعر أنه كلما زدت علما زدت زادني علما بجهلي. على كل حال أنا يعني هذا أفاق هذه المحاضرة الأولى للدكتور. أنا تعرفت عليه قبل بضعة أشهر فقط، يعني ما كنت أعرفه سابقا، وهذا تقصير من عندنا أن نتعرف. الله يبارك فيك. العلمية والإيمانية والتخصصية. الآن الدعوة إلى الله ليست مجرد اللي دارت الشريعة ودارت فقهية ودارت حديث، هذا عشان رفع بس ليس كل شيء. نحن نحاجب أن نخاطب الناس بالأسلوب حياتهم. أنا عندما أخاطب طلاب أنا بعطي كثير محاضرات، بسأل من الجمهور المستمع؟ طلاب جامعات لهم أسلوب، أساتذة كبار لهم أسلوب، نساء سيدات لهم أسلوب، أطفال في الأرض بالاختراع الفئة التي تكلمها حتى تصل الرسالة، لأنه عندك مخزون استراتيجي من العلم والمعلومات وتوصل لكل واحد اللقمة التي تناسبها.
ما نطلع الطفل الصغير من الطعام غير الكبير غير هذا، كل واحد حاجته. الله يبارك هذا فيك. القرآن هذه جمعية مباركة، جمعية تضم علماء ومتخصصين ولها أصدقاء وأصحاب. أتمنى في المرات القادمة كل واحد منكم بس يحضر واحد فقط، يعني حضرنا بس يعني المحاضرة القبل كنا 10 كل واحد يجيب معه شيخ. سؤال شيخي تفضل. أخذت المحاضرة عنوان المحاضرة أخذ حقه إعلامياً إنه تكون محاضرة؟ إي نعم. أنا بالنسبة لي وصلني متأخراً بعض الضوء. إيه بس نحن على المواقع التواصل نشرنا. بس ممكن مستقبلاً يصير إعلام مدفوع. تكثيف. إيه نعم نعم نعم. وبذلك أنا الإعلام أنا لست إعلامياً. بس علمت. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لواحد فقط. اللهم أيده بر القدس. من هو؟ سيدنا الإعلام حسن. ثابت. دعا غيره. أهمية الإعلام بأنه الإعلام هذا ينضم لما أنت محاضر نكون عندك شاعر. معروف كل محاضرة إلى ممثل كروي وكذا تأثيره في الجماهير كل واحد له جمهوره. أي والله أي والله الله يبارك. له جمهوره. لهذا إحنا دورنا أن نستغفر ونشوف نجيب على أيديهم نأخذ بأيديهم وما يؤتى هذا من الحكم بإذن الله. والحكم صواب القول والعمل، صواب القول تأتي كويس في الوقت المناسب. الله يبارك. نشكر أخي الدكتور مرة ثانية ونشكر أخونا الدكتور محمد سعيد نصر على إدارة هذه المحاضرة، وإحنا نشكر إخواننا وأخواتنا الحاضرات، ونتأمل إن شاء الله في المرات القادمة كل واحد من إخواننا يحرص على حضورنا ويحضر على إحنا عندنا ألوف الناس بيحضروا على الفيسبوك بجزء جزء الجو الاجتماعي وما يصنعون، ولكن إن شاء الله تعالى في المستقبل من لم يضع تليفونه وهذا إحنا مستعدين نتواصل معه. نحن نبحث عنه، نحن من دور دوارة نتصل مع الدكتور ونتفضل تعالوا إحنا. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. اسمحوا لي أقدم يعني كارت هدية للدكتور تقديرا، وإحنا هذا يعني الحد الأدنى. الله يبارك لنا فيك. الله يجزيك الخير. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا لك. الله يبارك لك. وهذا كمان للدكتور محمد سعيد. اي والله وان شاء الله توقعوا محاضره قيمه من الدكتور كمان ما شاء الله حوله. احنا مكسب ما تعرف على الناس اللي هذول مكسب لنا. الله يبارك فيك. شكرا لك. بارك الله فيكم وحياكم الله. صلى الله على سيدنا محمد. بارك الله فيكم. ما ضيعت حالها. الأوراق في زيادة اللي بحب يأخذ أحبابه يعني متاح.